الموضوع اليوم عن أخطاء يقوم بها الأهل بتربية أبنائهم من دون ما يشعروا، أو ممكن يشعروا ولكن بس تيكون نفد الوقت، وعلاقة الأبناء بالأهل والأهل بالأبناء علاقة يعني فيها مد وجزر، فيها مجموعة من القصص والمسؤوليات، ويجب أن يكون الآباء أو الأهل بشكل عام على قدر من المعرفة، على قدر من الخبرة. وللأسف نحن عائلاتنا كلياتنا نوصل لمرحلة نجيب أولاد نحن ما عندنا خبرة، بنجرب بأول ولد. علاقة الأهل بالأبناء على أي أساس لازم تكون قائمة؟ وهل كل عمر له طريقة بالتربية؟ أخطاء ممكن تودي بعلاقة الأهل بالأبناء وما زلنا حتى اليوم عم نمارسها، لأنه غالبا ما بنعطي الموضوع هالأهمية ومنربي مثل ما تربينا. وهي القاعدة الأساسية اللي عادة ما 90% حتى ما كتير نكون مجحفين، 90% من الأشخاص بيربوا مثل ما تربوا. حوار مفتوح مع الاختصاصية بتربية الطفل الأستاذة مريم الحاج عثمان. أستاذة مريم أهلا وسهلا فيكي، شرفتينا. أهلا وسهلا. يا هلا. بداية رح بسأل هيك مجموعة أسئلة عبثية. تمام. شو هو أول دور يجب أن يقوم به الأهل تجاه أبنائهم؟ تمام. أول واحد، أول دور هو اختيار الأب والأم الصالحين. الله. يعني من الأخطاء الكبيرة اللي نحن هلا بدنا نضوي عليها والشائعة كتير، أني أنا بس بدي أتزوج. أوكي. زوجت بعدين، يا هل ترى هذا الشخص هل هو صالح ليكون أب لأولادي المستقبليين؟ هل هو قادر أن يعطيهم الحب والرعاية والأبوة الصحيحة؟ هون أنا لازم اختار على هذا الأساس. للأسف نحن ما بنختار على هذا الأساس، حتى الشاب ما بيختار على هالأساس، أنه هي هل يا هل ترى هي الأم أو الزوجة الصالحة أو الأم حتكون كفء كأمومة لأطفال المستقبليين. فهذا من أكبر الأخطاء الشائعة بتربية أطفالنا. أوكي. فالمفروض أنه نحن فعلا نختار الشريك الصحيح. مين هو الأب أو مين هي الأم؟ هيك بشكل عام شو الستاندرد، شو الشيء اللي لازم يتوافر فيهم؟ وبصراحة بناء على تجربتك ومشاهداتك، أدفي منهم لهدول الأبهات والأمهات موجودين على أرض الواقع؟ هلا للأسف هنن أقل بكتير من سواد الشعب اللي نحنا بنعرفه، أقل بكتير من اللي الأم اللي بتنجب وليست الأم الأمومة. يعني فقط اللي بتنجب أو الوالد، خلينا نقول الوالد والوالدة هنن اللي بينجبوا الأطفال. أما الأب والأم هنن اللي بيربوا الأطفال. يعني شو اللي لازم يكون عندي أنا كأم لحتى أقول أني أنا أم أو أنا أب؟ المفروض يكون في عندي بيني وبين طفلي اتفاق وحوار وإنسانية وصداقة، وخلينا نقول احترام، خلينا نغلفه كلياته بالاحترام. حلو. إذا كان في احترام معناته في تربية. إذا كان في مراعاة لفروقه الفردية ولعمره وفئات عمره، أنه هو في متغير، هذا الطفل في يعني دائما متغير عنده، فأنا إذا فهمت هالمتغيرات فأنا هوني أب صالح أو أم صالحة، وعم بتعامل معها بحسب الفئة اللي هو ماشي فيها أو الشريحة اللي ماشي فيها. أما الوالد أو الوالدة هن فقط الذين ينجبون فقط. قدين يوم في شباب وصبايا مقبلين على أنهم يجيبوا أطفال يعملوا عيلة وعندهم النضج اللي عم تحكي عنه قبل شوي؟ في؟ أي في في، وأنا لمست بالاستشارات هذا الشيء. ولكن هون برجع بقول لك إنه اختيار الشريك، يعني أنا عندي هذا الوعي، ولكن هون بوقف شوي اختياري لشريك المستقبلي. هون اللي بياخد وقت، هون اللي بدي أنا عد للمليون لحتى أقول أنا تزوجت وبدي جيب طفل على هالدنيا وكون مسؤولة عن هالكينونة اللي أنا جايبتها. قبل هلأ تحت الهواء عم تقول شو صعبة، شو صعب المشروع أو هاي مشروع مهمة. طبعا. وأنا قلت لي بقدر أنا ما ساوية، قلت لك أوكي لفترة لحتى أحس عن جد أنا قادرة أني يكون مسؤول عن هالكينونة، قادر أني أنا مو أرعى طفلي، أنا ربي طفلي. في فرق كتير بين الرعاية والتربية. أنا اللي بدي اختار له القدوات هو اللي بدي يختاره، ولكن بتوجيه مني وبإرشاد مني. أنا اللي بدي خليه غير معتقداته السيئة اللي بيعطيها رفقاته والمدرسة والشارع، أنا بدي هون عالجها. هي اسمها تربية. النقاش والحوار اللي معدوم تقريبا من أغلب الأسر السورية كمان، هذا المفروض يكون بكل بيت. إذا بدي أقول تربية كأب وأم، بكل بيت لازم يكون موجود الحوار والنقاش. أوكي. وحرية أني أنا أحكي شو ما بدي كطفل،
متروكة. يعني نحن بعلم النفس والتربية بنقول الطفل شو ما بده يحكي، لا لحتى يبلغ ويصير راشد عاقل بالغ شو ما بده بيحكي. هتقلي كيف يعني؟ اي شو ما بده بيحكي، بس مو مصرح له شو ما كان يفعل. مشان هيك هون بتجي دوري كتربية، انه هو بده يعبر عن نفسه، بده يقول مين هو، يعبر عن شخصيته، وياخد من البيئة المحيطة تماما لحتى يعرف كيف يعالج هالمعلومات، كيف بده يكون فرد فعال بهذا المجتمع، كيف بده ينجز، كيف بده يثبت وجوده على أرض الواقع بضمن الخيبات اللي عم نشوفها هلا والإحباطات اللي عم نشوفها بهالبيئة. كيف ممكن أنا أكون مستقل وعندي إنجاز؟ هون أنا بشتغل مع هذا الطفل، هون بشتغل مع هذا الابن. قد ايه الموروث التربوي اللي عم نعيشه اللي هو مثل ما ربينا من ربي. يعني نحن منورث التربيه من اهالينا ومن ربي. هلا عاده ما بيكون، هلا طبعا نحن لازم نميز بين قسمين من الرجال، يعني خلينا نقول من الشباب والصبايا. في شباب وصبايا بيكونوا بلشوا يتطوروا وبلشوا يحسوا بقصص سلبيه كانت مرقه عليهم بحياتهم، فبيروحوا فعليا للاكستريم تماما العكس. يعني مثلا اذا كانوا اهله يربوه بشده فهو بفلت الحبل للاخير. صحيح. وفي اشخاص بيلاقي بانه لا انا اهلي هيك ربوني وبيكون كتير شوفني انا محلاني ما فيني شيء، ولكني انا ما فيني شيء وانا بدي ربي مثل ما تربيت. وطبعا يمكن هنن بالحالتين سلبيين، هنن بالحالتين خطأ، هنن بالحالتين مو وسط ولا توازن. انا لما بيقولوا فقد الشيء لا يعطي، انا عندي مشكله بهي. اي فقد الشيء، انا بقناعتي فقد الشيء يعطيه هو بشده، فقد الشيء لا يعطيه او فقد الشيء يعطيه هو بشده بحال واحد اذا وعى. يعني على سبيل المثال هلا حضرتك طرحت شغله انه انا مثلا عندي اخطاء من اهلي وربوني بطريقه ما كان لازم يربوني فيها، يعني في اخطاء كثيره وانا ضحيه لهي الاخطاء. تمام. فلما انا رحت لكون اسره كون عيله فحاعمل العكس تماما وما هعمل مثل أهلي. فقد الشيء لا يعطيه لأنه بدي ساوي مثل أهلي إذا أنا مثله، ولكن هلأ بدي أعطيه بشدة. فهون نفس الشيء ما أعطيته. التربية شو أو الشيء اللي بده إياه الطفل شو؟ بده التوازن بكل شيء، بده الأبوة الصحيحة. فأنا لما رحت للإكستريم تماما أنا ما أعطيته الشيء اللي بده إياه بالتربية، ففقد الشيء عن جد لا يعطيه إلا إذا وعى. إذا وعيت أنا أنه هذا الشيء خطأ ولازم أنا أرجع لجدة الصواب وأرجع للتوازن بالموضوع، هون أنا بقدر أعطيه إذا وعيت له إنه هو خطأ ولا روح للإكستريم تماما. يعني يجي أهلي قاسيين جدا، معنفين جدا، في ضرب، في قسوة، رحت أنا متساهلة جدا، طب هون مثل هون في ميزان فرق، بيقولوا الزايدة أخت الناقصة. صحيح. فأنا بالنهاية ما أعطيت الشيء اللي أنا فاقده، فالفاقد الشيء فعلا لا يعطيه إلا إذا وعى. شغلة تانية طبعا، وهون طبعا بستفيد من خبرتك ومن يعني من تجاربك ايضا. تمام. في اشخاص بتقول بانه لازم يكون في اتفاق مسبق بين الاب والام على ادوارهم بالتربيه. هذا صحيح؟ يعني لازم يتفقوا، لازم يكون في هيك ديل ولو كان مبطن، ممكن ما يكون مكتوب، يعني مو بالضروره عقد. هذا يعني هذا الاتفاق لازم يكون من قبل ما يساووا هي المؤسسه الزواج. أوكي. يعني من ايام الخطبه، من ايام ما تعرف عليها. معناتها مزبوط القاعده حقيقيه صحيحه. صحيحه لكان، لانه انا لما بدي فوت لمؤسسه الزواج بدي اعرف مهمتي بالضبط شو هي لحتى انا احسن اني انا اقوم بهالمهمه على اكمل وجه. أوكي. فانا لما فوت على هالمؤسسه واتفقت مع شريك حياتي على 1 2 3 وأنا بعمل 1 2 3، أوكي معناتها المؤسسة قائمة وماشية وتمام. أما إذا أنا ما عملت هذا الديل وما عملت هذا الاتفاق فماشية بعشوائية. فإلك تتخيل المصائب اللي حتصير، وخاصة إذا صار في ضغوطات حياة ونحن عايشين فيها، ضغوطات اقتصادية، ضغوطات اجتماعية، ضغوطات البلد، عدد الأطفال صار أكتر، فإلك تتخيل العشوائية اللي حتصير. يمكن كانت القاعدة العامة اللي ماشيين عليها أهلينا، بحكي بطبيعية وبحقيقة واقعة كلياتنا كنا منعرفها، دايما بيكون في بالبيت حدا بيشد وحدا بيرخي. طبعا هون دايما يختلف بين الأب والأم، في بيوت بيكون فيها الأب هو اللي بيشد وفي بيوت تكون هي الأم اللي بتشد والأب اللي بيرخي. فهاي قاعدة التوازن يمكن كانت ناجحة بكتير عيال وبكتير تربيات. بس هلا اليوم مثل وكأنه صار لازم يكون الاثنين عم يلعبوا الدورين.
صحيح، لانه نحن ببلد مفتوح هلا ما عاد صرنا مثل قبل، هلا صرنا نشوف اخطاء كثيره وصرنا نشوف صواب كثير وصرنا نشوف نماذج كثيره كطفل كأم وكأب. فايام زمان اني انا اتساهل وشريكي هو اللي يشد، كان الاغلبيه الاب يكون هو اللي بيشد. هلا بارجيك لما بيجي ابوك صح، هلا رح اقول له لابوك طب انت دورك كتربيه شو وين. فأنا هون همشت الأم يعني. حتى أيام زمان كانت مهمشة الأم نوعا ما، إذا بدنا نرجع لأيام زمان إذا كانت هي عم تاخذ الدور السهل أو اللي هي عم تصير متساهلة مع أطفالها فهي مهمشة، فكل الدور للأب صحيح. فالفكرة هون حتى هون كان غلط، ولكن بهالانفتاح اللي صار عنا صاروا الاثنين عم يلعبوا الدورين. تماما إجباري بدي ألعب الدورين، لأنه أنا دائما والأم طلعت للشغل لا تنسى صحيح. يعني هلا ما في بيوت سورية قليل لتلاقي اللي بيكون فيها أم بالبيت صحيح. خاصة إذا كانوا بس أطفال صغار، كبروا شوي بتلاقيها طلعت لسوق العمل عادي لأنه ضغوطات الحياة مثل ما قلت لك والظروف المادية. فالفكرة أنه صاروا الاثنين بده يشد ويرخي وهذا بده يشد ويرخي، بس بلحظة إذا أنا شديت هون ممكن اتفق مع شريكي انه انت ارخي انت روح وجه، انا هذا هو شد انا ارخي. هون الاتفاق والديل اللي عم نحكي عليه بيختلف من جيل لجيل. قلتيلي لازم يتفقوا على بهذا الموضوع من ايام الخطبه. من ايام الخطبه صحيح، من ايام الخطبه لازم يتفقوا انه انا في عندي 1 2 3 وانت عندك 1 2 3. الطريقه الانجح اليوم يعني هيك يعني مثل ما هلا كنا عم نقول انه كان في قاعده عامه هي مثلا حدا بيشد وحدا بيرخي، في طريقه جديده هي اليوم الانجح بالتربيه؟ لا ما في طريقه على فكره، هي الموضوع يمكن هو شخصي، هو شخصي هو وظرفي وبيتبع للعيله وبيتبع للاشخاص. ما في قانون ثابت بالعلاقات الاجتماعيه، كل حدا له ظرف وكل حدا له قانونه الخاص فيه، وما في شيء خطا وما في شيء لا مو هو الصواب وبس، لا حسب كل عيله وحسب ظرفها. فهون الاتفاق بيكون، وانا بدعو لكل صبيه او كل شاب عن جد مقدم على خطوة الزواج أو الخطبة إنه يتفق مع شريكة حياته وتتفق مع شريك حياته على هدول النقط، لأنه هي مؤسسة الزواج الحقيقية مو الكلام المعسول. وطبعا الحب والكلام الحلو أكيد بداية الطريق، ولكن بعدين بفوتوا لمؤسسة الزواج إلك تتخيل 6 أشهر أو سنة بيجونا استشارات أنا خلص ما عاد بدي اتعقدت. فلا خلينا نتفق من الأول، وممكن لما يتفقوا ما يلاقوا هذا الشيء صح، ما بيناسبني، ما بيناسبك. أنا بنت بعيلة مثلا ممكن تكون عندي متحررة شوي أو عندي قيود شوي، ما بيناسبني هذا الوضع مثلا، ممكن أنا من أولها أني أنا ما فوت هالمؤسسة كلياتها صحيح. فأنا بختصر الوقت ما بجيب أطفال يعانوا المعاناة اللي عم بيعانيها الأطفال لما بيكونوا أمون أبوهم منفصلين أو مو متفقين. يعني برا قلتي كلمة قبل ما بلش أدخل بالأخطاء الكارثية اللي عادة يرتكبوها الآباء، بس برجع قلتي كلمة حضرتك إذا ما لك قد أنك تجيب أولاد فارحمهم وارحمنا. ارحم المجتمع وارحمنا وارحم هالطفولة اللي حتجي تتعذب، وقبل كل شيء ارحم حالك لأنه هلأ أنت السكينة سارقتك ما لك عارفان، هذا طفل ما بيفهم كذا وأنا أبي لك ورباني بعمل بساوي، إمتى بيحس على حاله؟ لما بصير ابنه ناضج وبصير بيستقل وما عاد يشوفه وبصير هو بشوي عمر أكبر، هون بيحس بالأخطاء الكارثية اللي عملها أنه وينه ابني؟ أنا مفروض أنا هو هلأ يرعاني أنا رعيته، فهو ماشي بالأبوة أو الوالد الرعاية وليس التربية. 100% خلينا أبوة وليس والد وليس رعاية، هي الفكرة، لأنه معنى الرعاية هو الشخص اللي بيدير باله عليك بينيمك مين ما كان بيعملها بيطعميك وبيشربك. هون ما مو بالضرورة يكون أب، هون مثل ما كانت عم تقول أستاذة قبل شوي أنه مين ما كان قادر يعطيك الرعاية، بس مو من كان قادر يكون أب يربيك حقيقي. بدي بلش أدخل يعني ولو أنه بقينا دقيقتين ثلاثة لنطلع بريك، ولكن بدي بلش أدخل بالأخطاء الكارثية التي ما عادة يرتكبوها الأهل من دون علم أو أحيانا بعلم. أبرز هدول الأخطاء اللي كنا عم نحكي عنها تحت الهواء هي مرحلة الثواب والعقاب. صحيح، يعني شكل من أشكال التربية اللي نحن تعودنا عليه واليوم في كتير أشخاص بتربي فيه هو الثواب والعقاب. أدي هذا الأسلوب ممكن يكون إيجابي، أدي ممكن يكون له آثار سلبية وكبيرة كتير على الأولاد. هلا نحن تربينا على الثواب والعقاب أستاذ وجيه، بيقول لك ليكنا ما فينا شيء ما أحلانا، بس فوت لأعماقه كوارث وعقد نفسية وبيجيك استشارات بدون ما حدا يعرف. الثواب والعقاب كارثة أنا بعدها بعالم التربية، بعكس الأهالي اللي بيشوفوها بيقولوا بعدين بيقولوا أنا طب كيف بدي ربي إذا ما بدي أعمل ثواب وعقاب أو تعزيز. أنا لما عم كافئ
حتى في عندي اخطاء كارثيه عم بعملها بالتربيه، اللي هي اني انا على الجهتين، اني انا لما عم كافئ هو عم بيلحق المكافاه، ما عم بيلحق السلوك والفعل اللي عم بتوجه له. فانت لك تتخيل الاطفال المرتشيين وبتقول ليش مجتمعنا يعني متفشش. طبعا هذا اليوم هذا بيصير كمان الحب بيصير مشروط، يعني هذا طبعاً. واحدة من الشغلات بانه بمرحله الثواب والعقاب او بطريقه الثواب والعقاب يشعر الطفل بانه الحب مشروط. طبعا انا ابي ما بيحبني الا اذا عملت هيك. صحيح صحيح. انا اذا رضيتك انت حبيتني كأب، انا اذا رضيت ماما هي حبتني كأم. طب الفكره وين؟ الفكره انا ليش لا ارضي؟ ولا بتطلع على فكره بيجينا استشارات بالجامعات بتقلي انا بس بدي انه الناس ما تزعل مني، ضل رضياني، انا بحب اسعد العالم، لانه هي ربياني على هذا الموضوع. طب وانت وين؟ انت وين؟ تقولي معلش حتى لو على حساب حالي. بتوصل سنه سنتين ثلاثه بتاكل يعني مواقف كثيره بتنهار فيها. ما بقدر اقول لا، ما بقدر اقول لا لاي مساعده مع انه على حسابي. ما بقدر انا ازعل حدا مع انه على حسابي. ما بقدر رد حدا. طب ليه؟ لاني انا خلقت وربيت بحب غير مشروط، بعكس حب الغير مشروط، بحب مشروط عفوا. بحب المشروط معناتها أنا إذا قدمت لك شيء اللي أنا أنت بترضى عني فيه فأنت حبيتني، وإذا ما قدمت لك يا فأنت ما حبيتني. هون كارثة كتير كبيرة. الثواب بيعمل نفس الفكرة، بتعود ابنك على الرشوة، بتعود ابنك على دائما كل شيء له مقابل مادي. يعني احيانا في طفله صغيره قدام مني كان الموقف، خالتها عم بتقلها تعي اعطيكي شيء بس اعطيني بوسه، عم تقلها قديش تعطيني؟ حتى البوسه صارت مصاري على فكره، وهي دارجه وضحكوله. وبيجيلنا يعني هلا الجيل الجديد طبعا صار يعني مبرر. يعني اليوم اذا بتنتبهي الاطفال اللي عم نشوفهم وعم نعاملهم، موضوع الماده بالنسبه لهم، يعني نحن انا بذكر انه بعمرهم ما كان نحكي بماده ولا بنعرف شو المصاري. تمام. اليوم في اطفال صغيره وقت اللي بتعطيها ال2000 بتقول لك بدي الثانيه، بتعرف ال5000. وعلى فكره استاذ وجهين احنا بنضحك لهم طبعا، لانه يعني ما شاء الله حوله شو شو ذكي شو ذكي. لا انت بدك تعرف انه هي فيها كوارث لبعدين. صح. يعني انا معناتها بعمل اي شيء مقابل اي شيء مادي، معناتها لي سعر بكره بالمستقبل. هون كارثه كتير كبيره. حتى العقاب، العقاب يا مؤلم جدا جدا جدا. بتقلي طب انا كيف بدي ربي؟ بربي بالعاقبه وليس العقاب. طبعا. العقاب لمين؟ هلا نحن كنا عم نحكي على تحت الهواء. العقاب لمين؟ لمين بدي؟ ليش عم بعاقب ابني اصلا؟ ما ابني من وقت ما بيولد لعمر 17 سنه هو طفل عم بيتدرب على مهارات الحياه اللي بده يخوضها لما يصير عمره ب 19 20 بالجامعه. فانا هون ليش عم بعاقبه؟ ما هو عم بيتدرب لساته، لساته في عنده قصور بمطرح من المطارح. فهون انا ليه عم بعاقبه؟ بالعكس انا بدي ارجيه العاقبه، انا بدي خليه يستفيد من الدروس اللي مارق فيها. انت غلطت هون، طب تعال هذا واحد اثنين ثلاثه. هلا كثير امهات بتقلي هذا الشيء ما بيمشي الحال معي مع اولادي. اذا انا ما ضربت، شوف الضرب نحن حتى كمان عايشين عليه من الاخطاء الشائعه. اذا انا ما ضربت، ما صيحت، ما صرخت، ما عاقبت، ما بيعيش ابني ولا بيتربى. وشوفي ما شاء الله عليه، لاني صرخت عليه، لاني ضربته، لاني انا عاقبته. شوفي ما بتتخيل نفسيا قد ايه هي مأسره في هي القصه وبداخلته النفسيه. في شغله كنت عم تحكيها برا حقيقه التشبيه كان جميل جدا، واتمنى انه تعيدي لي اياه على الهواء لانه بيهمني العالم تسمع هي الجزئيه تماما. يوم الأهل بطفولة أبنائهم، يعني بقى نحكي عن الأطفال، بيعاقبوهم بطريقة هي الددية الضرب. يعني الطفل الصغير سواء مثلا قام على طاولة كبل له شي شغلة فبينكمش إيده بينعمل له صفقة، بتقولي أنا ما بضرب، أنا بضرب بسفق. إنه مش لأنه نحن الوعي الجمعي عنا إنه أنا إذا ضربت معناتها أنا ربيت، أنا عم بربي ابني، أنا ما عم بضرب ابني للضرب، أنا عم بربيه، ومن حقي اني انا استخدم اي وسيله انه هذا ابني، كانه هذا ملكه. يعني نحن مو ملكنا اولاد، نحن هدول امانه بين ايدينا، نوصلهم بر الامان، وبعدين نحن غير مسؤولين عن النتائج اللي عم بيطلع فيها ابنك، نحن مسؤولين عن طريقه التربيه اللي نحن ربيناها فيه لهذا الولد وهالبنت. الصفقه اللي عم تقول عليها هي، انا لما قلنا لك تحت الهواء كنا انه ليش عم تصفقوا؟ وقت قلت لك ليش نحن كيف نحن اطفال بنستكشف العالم؟ بالحواس، بإيدينا. فأنت عم تضرب أو عم تسفق الطفل على الإيد اللي عم بيستكشف فيها الحياة، اللي عم بياخد منها المعلومات، اللي عم بيتخذ فيها قرارات ويحل مشاكله. طيب
ما سببت لي ألم بإيدي هاي. أنا هلأ إذا بدي استكشف هذا الكتاب بدي روح استكشفه، إذا جيت استكشفه أنت تذكرت باللاوعي الألم، الألم اللي أنت سببت لي إياه، فأنا ما عاد أخذ هذا الشيء حقيم إيدي وما عاد بدي استكشف. فأنت عملت لي قصور لإدراكي ولمعلوماتي للبيئة اللي بدي استكشفها الحقيقية لشخصيتي كيف بدها تنمو بعدين. فأنا ما عاد بدي استكشف، خلص أنا مكتفي بالشيء اللي عندي اللي عم تعطيني إياه بالطلقين. أما إني أنا استكشف بإيدي فهذا صار شبه مستحيل عندي، صار بخوفني لأنه أنا تألمت. على فكرة في عندك أطفال بخوفني، في أطفال بصير عناد، شايف هذا الكتاب؟ لأنك أنت سفقتني أنا رح أروح. هي حسب الشخصية، دائما نحن إذا مشينا بعكس التوجه الطبيعي والفطرة لرب العالمين خلقنا عليها حناخد أحد أمرين، إما جبن وتخاذل وذل أو العنف والعناد والعصبية اللي نحن بنشوفها أغلبيتها بأطفالنا. شوفي بدلي لك عندي توأم، شوفي قديش هذا خجول، وشوفي أخوه قديش شخصيتين عنيد وجئر، بتقلي جئر شخصيتين. هي نفس التربية ولكن بالغير الفطرة، هي حادت عن الفطرة الطبيعية ولكن كل شخصية أخذتها بحسب شخصيتها. على سيرة الفطرة الطبيعية وكونها عم يعني قديه هي اللي كنا عم نحكي عليها ضربة الإيد، هي السفقة قديه هي شغلة يمكن العالم بسيطة تعتبرها كتير بسيطة ولكن هي مؤثرة. شغلة تانية هداك اليوم كنت عم بسمع عنها لطيفة جدا، بأنه نحن كمان متربعين على أنه الطفل الصغير بحطوا له صحن الأكل قدامه، إذا ما كمله بدك تكمله. هي نوع من أنواع التربية واللي هي كمان خطأ كارثي، كارثي جدا، لأنه أنت عم تطلع عن فطرته هذا الطفل يا أخي شبع. لا بدك تكمل صحنك، طيب أنت حط له جزء أصغر. يعني أنا هالمرة طفلي ما أكل هالوجبة هي كلياتها، حط له نصها. لما بيقول لك حط لي مرة تانية بتحط له معلقة تانية بصير بيحترم النعمة. هلا أنا بدك تكمله كمله، أنت أخذت طريق لطفلك أحد طريقين، إما غصبته وبلش هو كبير ما بيمشي غير بالغصب. وهل شو يعني غصب؟ يعني انت لما شو اللي بتاخذ بالغصب استاذ وجيه؟ هي الحقوق. الحقوق، فاي حق اخذته مني بالغصب اوكي انت مصرح لك لانه انا هذا الشيء متربي عليه، او العكس انه انت دير وشك وانا رح اكب هذا الصحن اللي لك اكلته كذبت عليك. صحيح، وما احترمت النعمه. وليش عاملينها؟ وليش عاملينها؟ يعني صحيح، يعني انا بذكر عاملينها على عدد شعر راسنا. هذيك المره عم يحكوا لي بقعده هيك عائليه بانه في مثلا جيرانهم بالطابق الثاني او بالثالث كل فتره بيلاقوا انه في سندويشه مثل ما هي عم تنكب لعنده، ما في احترام للنعمه. فببساطه ببساطه هذا طفل اكيد عم يجبر على هي الساندويشة، فهو بيكمش الساندويشة وبزت لها تحت وبيقول لهم اني اكلتها، او انه ما له عاجبه هذا النظام الاكل. يعني انا كمان بدي اتفق مع ابني على هذا الموضوع، اني انا كمان اعرف شو اللي بيحبه. حتى اللي بيحب شغلات ما لها صحية، اتفاق الاتفاق والعادي. انا سمعت لهي الكلمة حقيقة وكتير انبسطت فيها لانه كتير ضرورية يفهموها الابناء والاباء سوا. تقول الكلمة يجب العيش مع الابناء. صحيح، وليس للابناء. أكيد، قديه مهمة هي الكلمة، قديه اليوم نحن بمجتمعاتنا في أشخاص هي عايشة لولادة. هذا اللي كنا عم نحكي عنه يلي بيصب تحت خانة الرعاية لدرجة يفقد دوره كأب ويصبح راعي. يعني هو اليوم عايش لهم لقلون، هو بيروح بيطلع بيشتغل، وطبعا هذا ثلاث أرباع العالم عم بتصير معهم أنه هو عم يشتغل فوق التسع ساعات عشر ساعات آخر أكثر. النهار هو بيرجع لبيته، المهم انه هن اكلين وشربانين ومبسوطين وغراضهم عندهم بالبيت، احسن مدارس واحسن نوادي و و و وهي خطا يمكن يشعر فيه الاهل بعد فتره. بعد فتره بيحس بانه ما عاش مع اولاده، هو عاش بس عم يشتغل. لانه استاذ وجيه الولد بينسى الاكل وبينسى اللبس وبينسى، صار ينسى الموقف، ما بينسى الموقف وما بينسى المشاعر. هلا الحقيقه نحن شو بدنا من اولادنا؟ يكونوا احسن اولاد وبأماكن ممتازة وبأماكن نحن بنطمح لها اللي فيها مستقبل مبهر. ولكن الأولاد شو بدهم من أهليهم؟ بدهم المشاعر 100%، بس بدهم مشاعر. نحن هون عنا بخل بالمشاعر، هون بدي أحكي فيها بأنه نحن ما منعبر عن يعني لا الأهل بيعبروا عن مشاعرهم كتير قليلة. هي القصة أنه أنا لا أقول لابني بحبك بدون سبب، بدون سبب، بحب غير مشروط، بدون سبب. امرأة هيك بالكاريدور قل له يسلم لي هالوش، أنا مؤمن فيك قديه كلمة هي قديشني فخورة فيك. هذا نحن ما منؤمن فيه. أنا ما عندي وقت بيقول لي الأب أو الأم تقول لي لا أنا هيك بدي أقول مع ابني، أنا إحنا تربينا ما مو هيك، مو على هيك، ولكن ما أحلانا. لا، أنا بدي لما أحكي مع ابني افتخر فيه.
بدي شبعه حب، خاصة البنت مع أبوها يشبعها حب، ما يجي حدا من برا هي عطشانة عطشانة عاطفة، ما لم شبعها بالعاطفة يجي شاب مثلا ممكن لا قدر الله يكون مثلا عم بيضحك عليها أو 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 توقع بفخ معين، لأنه هي مو شبعانة حب. نفس الشيء الشاب مو شبعان حنية من أمه، مو شبعان الحنية أو الكلام الحلو أو الافتخار. الأولاد بس بدهم مشاعر، على فكرة بدهم مشاعر الافتخار، بدهم مشاعر العاطفة، بدهم مشاعر الحب، بدهم مشاعر الفرحة أنه أنت فرحتني. يعني خلينا نقعد بأكل بغدا ولا عشاء ولا ويكون أنت كأب مبسوط ومسرور، كل العيلة مبسوطة. صحيح. الأولاد والعكس تماما، بصيروا بيأكلوا همك. فهن المشاعر، أنا بقدر ربي بالمشاعر، بقدر أعمل مشاريعي بالمشاعر. فالمشاعر كتير حلوة أني أنا ضوي عليها وشبعها لابني قد ما فيه. طبعا مو كتير، يعني كمان برجع بقول الزايدة أخت الناقصة. الصبي مو مثل البنت، فكمان في اتزان في ميزان، كل شيء بقدر أني أنا أعطيها. تاني خطأ بعد ما أنا اختار زوجي، على فكرة هي اللي تفضلت فيه حضرتك، يلي هي إني عايشة لولادي. يعني بعد أنا ما تزوجت واتفقت واخترت الزوج الصالح، بروح بجيب طفل بنسى زوجي، بنسى أنوثتي حتى، والرجل بينسى زوجته، بينسى رجولته، إنه أنا شبابي، بدي أطلع وفوت ومارس رياضة، بصير بيطحن حاله بهالشغل واثنين وثلاثة كرمالي أمن مستلزمات العيشة الكريمة أو أكثر من الكريمة لأطفاله. فهذا تاني خطأ بالأخطاء التربية، أني أنا عايشة مشان أولادي، سيد حالي كليا. طب صار أولادي، صار واجب عليك. يعني لما بتجي بتحكي مع الولد بيقول لك أصلا هذا واجبك، واجبك تجاهي أنك تعمل هذا الشيء، أنت ما عطيتني شيء اللي كتير أوفر، لا هذا واجبك. هو هيك فكر لأنه أنا عيشته فيه، أنا بدي أعيش مع أولادي، إنه مثل ما لك حق إلي حق. صحيح. مثل ما لك احترام إلي احترام، مثل ما لك واجبات علي واجبات، عليك واجبات. إذا أنا تعاملت مع طفلي من هو وصغير بهاي الأحداثيات وهي الوضعات الحيثيات تماما، بيطلع طفل متوازن على كل الأصعدة، وأنا بكسب شخصيتي وبكسب، يعني أنا بالأخير إلي حياتي. صحيح. هلأ الأم شو بتقول؟ بعد ما زوجت أولادي وخلصت هلأ بدي أفضل. هن أكتر شيء بيندموا عليه على فكرة بمرحلة يعني ما بيصيروا الأولاد شباب، بتلاقي الأب أو الأم هيك فجأة طلع على حاله، صار عندهم فراغ، بيندم على الأيام اللي ما عاشها مع أولاده. يعني لأنه هو كمان إحنا ما بدنا نلوم، إحنا يعني عم نحكي كتير من واقع سيء اليوم، ظرف الاقتصادي. صحيح. أكيد نحنا. صحيح. بس صدقوني يعني اليوم الكلمة الحلوة وقت بتنقال للولد أو للبنت هي اللي بتعلم أكثر، بتعلم من الأكل أكثر من أطلب من أكثر من أكثر من مصاري ممكن تعطيها إياها لتجيب فيها فستان أو حتى يجيب فيها موبايل. أحلى أحلى بكتير. يعني المشاعر يا جماعة، بالله ركزوا على المشاعر، عشبعونا مشاعر. أيضا شغلة أساسية يشعر فيها الأبناء، يعني هلأ هون عادة نحن حكينا عن تصرفات بيقوموا فيها الآباء، بس يمكن الأولاد ما كتير بيحسوا فيها، بس ولكن هذا تصرف بيقوموا فيه الآباء والأولاد بيحسوا فيه وبيسبب لهم مشاكل كتير لقدام، هي عيش الأبناء على توقعات آبائهم. تماما. نحن دايما في عنا توقع الأهل، توقع الأب، توقع الأم، كيف عم تتوقع لك حياتك، فجأة بتأدلجك، بتصير أنت مأتمت مسستم، نظامك بيقول انك انت لازم تعيش لتلبي توقع او رغبة ابوك او امك، لترضي ابوك وامك. انا عايش لارضي ابي وامي، او على الاقل لرجع لهم جزء. طبعا وهون الموروث الديني كمان لعبان دور جيد جدا واساسي، لانه نحن نربى على انه رضا الاب ورضا الوالدين، وهم ما عم نقول انه هذا خطا، ولكن الخطا بالممارسه. هلا الخطا وين؟ الخطا لما بتدخل انا بخصوصياته. يعني انا بعد انه الدراسه مثلا على سبيل المثال من خصوصيات الطفل، من خصوصيات الطالب، حتقول لي لا اذا انا ما كنت وراه ودفشته خليته وجبت له اساتذه وحطيته، إذا هو ما بده أستاذ وجيه. صحيح. شو ما عملت ما بده، حتى لو قلت له حجيب لك، كنا عم نحكي تحت الهواء، حجيب لك السيارة الفلانية كثواب. وبيروح مو إذا جبت لي، طب جبت لي أنا إلي. نحن بنجيب لأهلينا، أنا بنجيب لأهلينا مو لإلنا. لا لا، أنا لأولادي بقول أنا خلصت تاسع بكالوريا من زمان، هلأ دورك. هلأ دورك، ثبت حالك. أنا ثبتت حالي. وهو في شغلة، وفي شغلة كتير مهمة هون، هو الـ هون حتى الثواب والعقاب. يعني إذا كان بدهم يمشوا عليه يجب أن يكون على الـ 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 السلوك وليس النتيجة. أنا النتيجة ما لي علاقة فيها. أنا المهم، أنت شوف، أنا لما بحكي إنه أنت عملت جهدك،
انت عملت اقصى جهدك. خصوصي هلا نحن عم نحكي على عتاب امتحانات بكالوريا وطالع النتائج، وهلا في عنا كمان تكميلي ولسه في عنا التواسع ان شاء الله رح تطلع علاماتهم ان شاء الله. يجب على الاهل ان 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 يراعي مشكله بانه او يراعي فكره انه هو عم بده يوقف مع ابنه او مع بنته، مو بالنتيجه، النتيجه شو ما كانت اخر شيء في ظروف بتحكمها، في ظروف بتحكمها، ممكن تجي ماده صعبه، ممكن يكون ماله مركز هالسنه، ولكن هو يجب ان يكون بذل هذا الجهد، هذا بحاله وان يثاب عليه. هذا هو الشرط الاساسي، انه انا قبلان بهالنتيجه وانت قبلان لازم تكون كطالب بهالنتيجه اذا عملت اللي عليك وعملت اقصى جهدك. في ظروف للقاعه، وفي ظروف لطبيعه الامتحان، وفي ظروف للاسئله، وفي ظروف اصلا جسديه للطفل بمره توتر. احنا اليوم نحن اليوم ثلاث ارباعنا مرضى نفسيين، في يعني بيوتنا غير مهيئه ابدا، الظرف اللي عم نعيشه بالكهرباء غير مهيئين لندخل امتحانات حقيقه. يعني بس بتقول لك استاذ جورجي انا وفرت له كل شيء، يعني انا ما دام وفرت له كل شيء معناته هو لازم يجيب لي العلامات الكامله. في ام من الامهات كاستشاره قالت لي انا بدي يجيب لي العلامه الكامله لشوف حالي فيه، ما يفوت طب. طيب قديش هيك اناني؟ انا اسف ما بعرف من هذا، بس هون قدير حديث فيه اناني، انا ما عم بحكي عليها شخصيا. طبعا يعني هلا هي في انانيه، ولكن هي هيك تربيت انه انا بدي ربي ابني على المثاليه. من الاخطاء الشائعه اللي كثيره اني انا ربيت صبياني كانه بنات، تربيت بنات بفوتوا مؤدبين جدا. انت شو عم تعملي؟ شو ربيتي بهالمجتمع؟ بتقولي انا ربيت اطفال صالحين، ترى نحن ما بدنا اطفال صالحين، بدنا رجال صالحين، بدنا اطفال او رجال، حتى لو ما بدنا رجال صالحين استاذ وجهي، بدنا الرجال المصلحين. لانه الصالح شو بصير فيه؟ مسكين، هو مؤدب، هو ما بيكذب، هو ما بيلف وبيدور. بهالمجتمع هذا رح يتعب، حيعاملك بأخلاقه فحيتعب، حيمرق لك وما رح يحسن يقول لك لا، وحي دائما يرضيك وا وا وا، حتتعبه لهذا الولد. ايه أنا بدي اياك صالح ولكن مصلح. شو يعني؟ يعني أحسن أنا أعرف أصلح نفسي بظروف ما منيحة، امشي على جادة الصواب الصح، ارجع على جادة الصواب الصح. في ظرف معين عندي أني أنا أعرف أتعامل معه، هون أنا بدي رجال مصلحين، ما بدي بالصالحين. هون المشكلة عند الأم، بتقلي أنا ربيت بنتي من المدرسة للبيت ومن البيت للمدرسة. طب انطلقت بمهارات حياتها، رهي انطلقت بحياتها، شوف قديش كم مطب حتوقع فيه. هي لا تمتلك الخبرة أساسا، تماماً. انت في خبرة ما عادت شافتها. أقل كلمة حقلولة انت على البركة. انت شو مو عايشة بهذا الكوكب؟ نحن الكارثة بالموضوع انه نحن عادة ما نستخدم مصطلح طيوب. طيوب انه معناتها انت، انا اسفة بهالكلمة، اشتب يعني انا اسفة بهالكلمة بدي اقولها، اشتب. هي الكلمة تنمر اصلا، هي تنمر. فانا ليش عم بخلي طفلي يمرق بهذا الشيء؟ انا بدي اياه صالح ومصلح لحتى يعرف يتعامل مع مشاكل الحياة ويتخذ قرار صح. رح انتقل لشغلة تانية ايضا من الاخطاء الكارثية اللي عادة ايضا نحن بنحكي اليوم، عم نحكي عن سواد عام، يعني عموم أكيد الناس. اكيد عموم الناس صحيح. شغلة من الشغلات هي بانه ما في تغيير، يعني يمكن هي مرتبطة شوي بموضوع انه نحن بنربي مثل ما ربوا اهلينا، ولكن اليوم في اشخاص مقبلين على الزواج، مهتمين بهذا الموضوع، بتلاقيهم بيروحوا بيقروا عن اساليب التربية و الى اخره، ومتناسين بانه اساليب التربية بتختلف بين يوم والتاني وبين شهر والتاني وبين سنة والتانية، وبين المؤلف اللي كتب الكتاب وبيئة اللي انا عايش فيها ومؤلف غيره. صحيح، يعني هذا موضوع ظرفي مثل ما قلنا قبل شوي، وخاص وبتتحكم فيه مجموعة عوامل، من المجتمع ومن الدين ومن الأخلاق ومن المجتمع المحيط، يعني ما له سهل بهي الطريقة. ولكن نحن قدي لازم نكون متطورين. وللأسف اليوم إذا أنت ملاحظة معي، بعتقد بناء على استشاراتك وتجاربك مع الناس، عادة ما عم يكون الجيل الجديد متطور أكثر من أهله. هو زمانه غير زماننا، متطور في أوقات أهالي ما عم يقدروا يلحقون. لا نحن هي التطور والمهارات التكنولوجية نحن ما عنا جهل فيها، ما عم نحسن نواكبهم. فبالتالي فما رح أحسن أنا ربيهم مثل ما تربيت. سيدنا علي بيقول ربوا أولادكم لزمانهم وليس لزمانها. صحيح، يعني هنن هيك لزمانهم لازم ربيهم، لازم أنا يكون عندي المعرفة ولو جزئية بكيفية التكنولوجيا، شو اللي جاي أبديت، شو اللي جاي بالعصر الجديد. أنا حتقلي الأخلاق هي ثابتة، إيه أنا بدي برجع بقلك أنا بدي رجل أو فتاة صالحة ومصلحة. هون المصلحة تتغير من زمان لآخر. فهون أنا بدي أشتغل، هون بدي أشتغل مع هذا الولد كيف ياخد الحياة بحلوة وبمرة ويتعامل معها على أساس الصح وليس الخطأ. أنا هون بدي أشتغل.
فقط. فالزمن اللي انت عم تتفضل فيه هو بده يفهمه انه هذا الزمن مو زمني، ولكن انا معاصره زمن ابي وزمني وزمن هذا الطفل، وممكن على فكره عاصر زمن حفيدي بعدين. صحيح. وصير وجه هذا الاب اللي هو ابني لشيء تماما تماما، لانه عندي صار خبره بكذا زمان. انا نحن بحاجه يعني شباب اليوم كثير، يعني هلا خصوصي يعني انا بحكي عن اصدقائي سواء رجال او سيدات. اليوم هن كثير منهم بيرجعوا بمواضيع التربيه لاهليهم، اكيد يعني بترجع هي لعند امه او بيرجع هو لعند امه او عند ابوه. انا في حالي انا هلا واقع فيها ما عم بعرف كيف بدي اتصرف، فبدله ليش؟ لانه هو شوي بعيد، ما مو بالمعمكة، ما له غضبان، تمام، ما له خارج عن طوره، فبيعطيه النصائح الصحيحة وبيرجع بيتقبلها منه، لأنه هو أبوه عرفان أو أمه عرفان أنه هو بده مصلحته. ولكن اللي تفضل فيه أستاذ أنه أنا هدول الشباب والصبايا، هل ترى قراءاتهم صحيحة؟ نحن ياريت يكون عنا في شغلتين قبل ما يعني قبل ما ننجب أو قبل ما نتزوج، دورات تأهيلية لكيفية عمل مؤسسة زواج. نحن بحاجة هذا الموضوع، تمام، وما بيصير تتزوج بدون ما تفوت هاي الدورة التأهيلية لحتى تصير الظروف أحلى وصير نسبة الطلاق أخف وصير تفاهم أقوى وأفهم يعني واضح جيد بيني وبين شريك حياتي. كمان لما بدي أجيب على صعيد الطفل، لما بتقول إنه هذا مشروع، يا الله شو صعب هذا المشروع، لازم أنا أي مشروع بدي فوته بدي أدرسه من كل الجهات. صحيح. بدي أعمل له ميزانية، بدي أعمل له دراسة شاملة وكافية ووافية. طب مو الأولى لهالكينونة اللي بدها تجي إني أعمل هالدراسة، مو المادية بقصد، رب العالمين رازق الجميع، ولكن كيف أنا أتعامل معها؟ أنا كمان عندي مشكلة مع هذا الموضوع، طبعا لا اعتراض على حكم رب العالمين، وأنا متأكد إنه رب العالمين بيبعت. نعم. ولكن لازم يكون في شوية عقل بالموضوع. أكيد، لأنه هذا. لأنه نحن في كتير أشخاص تحت مسمى هي الكلمة وتحت حجة هي إنه الولد بتجي رزقته معه، عم يعملوا أكثر من يعني بتلاقي بيعملوا أكثر من 3 أو 4 أولاد، وعلى أساس الرزق بتجي معه. هلا بيبين معي من أول ولد إنه أنا فيني أنا أنجب مرة تانية. برجع بقلك إذا في دورة تأهيلية لكيفية فهم والتفاعل مع هذا الطفل وهي الكينونة الجديدة كأم وكأب، أنا بظن إنه هن بيفكروا 100 مرة ليجيبوا هذا الولد. وأنا ما عم بدعو إنه هن يخففوا أولاد، لا أبدا، عم بدعو إنه قبل ما تقدم على هاي الخطوة اللي عن جد مصيرية مو بس لإلك، لهي الكينونة اللي جاية، إنك تدرسها منيح، درسها منيح من كل حيثياتها، وعلى فكرة درسها أولا من شريك حياتك. لما بدي ربي كمان لازم أنا أكون متفاهم مع شريك حياتي، لأنه ممكن يكون هالصراخ والعياط والمشاكل الزوجية ممكن تعمل لي عقد نفسية مع هذا الطفل أنا بغنى عنه. أخطاء شائعة بدي حاول نرقون كمان بسرعة، لأنه يمكن ما عاد معنا كتير وقت، معي 6 دقائق تقريبا لننهي، ولكن رح أحاول هيك بسردهم وأنت بتقولي لي إذا هي صحيحة أو لا، وممكن تعاقبي عليها يعني بي 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 هيك ببساطة شوي. نعم. شغلة كتير مهمة، نحن ما بنسمع أولادنا، يعني مثل ما قلتي قبل شوي بأنه هن بحاجة عاطفة مننا، بمثل ما هن بحاجة عاطفة مننا هن بحاجة حدا يسمعهم. يعني اليوم أكتر شيء بيحس الولد بده إياه هو أنه يسمع أهله، يسمعوه هو شو عم يقول، شو عم يفكر، شو هو حابب يعبر، شو مشاعره، شو عواطفه. طبعا هذا الموضوع كتير من الأبهات والأمهات ما بيحسوا فيه، ما بيهتموا فيه، وهذا خطأ كتير كبير بيوقعوا فيه بتربية أولادهم، لأنه الاستماع هو جزء أساسي من أنك تجعل الطفل يشعر بالتقدير. هلأ الاستماع، أنا مو الاستماع، الانصات هو اعلى درجه من الاستماع. يعني لي انا ما بستمع له لحتى انصت له اصلا. يعني هي الفكره، بقول للام انت عم تستمعي له، انت عم تجلي، انت عم تستمعي لابنك وانت عم تعملي اي مهمه بالبيت. انا لما بدي استمع لك لازم احط عيني بعينك، شو بيقولوا العين مغرفه الكلام. فانا الطفل لحاله بيقول لك، بيبعد لك هيك وشو انه اسمعيني انا بحاجه. انا شوف، نحن عنا احتياجات نفسيه كبشر اللي هي التقدير، والطفل هو مثلي مثله، ما بيفرق عني شيء ابدا. شغله واحده بتفرق عني بيني وبين هذا الطفل، انا البالغ العاقل الراشد والهلا عمري هالعمر، بيني وبين طفل عمره يوم ما بيفرق عني شيء غير شغله واحده، انا عندي خبره، هو ما عنده خبره. هو يدرك، هو بيحب، هو بيكره، هو بيشعر، هو بيتالم. هذا هو اللي بدي انا اتعامل معه بهالكينونه هي، انه هو بحاجه لشيء اسمه تقدير، بحاجه لشيء اسمه مدح، بحاجه لشيء اسمه حب، بحاجه لشيء اسمه اهتمام. هذول كلياتهم لازم نعطيهم اياه باذننا وبعيننا بملامسه. الملامسه هي الجسديه، هو هذا هو الولد مطالبه، احيانا بيطلبها طلب، خاصه اذا كانت شخصيته
شوي ضعيفة. مو ضعيفة شوي من إلا نحنا حسي أوكي. إنه أنا بدي ملامسة جسدية بدي قبل. في أشخاص أو أطفال ما بدها ما بتصرفوا بهذا الموضوع خلص, بس بدي كلام, بدي اسمع كلام, بدي اشوفك انك انت مفتخر فيني. فالانصات اعلى درجات الاستماع, فلا تستمع, انصت. انصت 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 يعني خد جانب. شو يعني انصت؟ يعني هلا في فرق بين الانصات والاستماع والاصغاء. حتى الاستماع انه هي انا عم بستمع لك, هلا انا ممكن عم بستمع لشخص بس ماني عاطيته كل اهتمامي او كل جوارحي مثل ما بيقولوا. روح على الاصغاء. اصغاء انا سمعانتك بكل حواسي تمام وانا عم بتفاعل معك, ولكن الانصات اني بس بدي اعطيك اهتمام. اي مو بس هيك, اني الانصات اني انا اخلق لك بيئه داعمه صديقه لاصغي لك. شو يعني؟ ممكن تكون بظروف البيئه ضوجي, ممكن في ملهيات, فانا شو اعمل؟ امسك هذا الطفل روح على غرفه تانية واستمع له, يعني انصت له. فانا الانصات اعلى درجه اني انا اخلق بيئه داعمه صديقه للاصغاء لحتى احسن اصغي له. هذا نحن بنقول عليه الانصات. خطا كارثي اخر بيصير مع الاباء والابناء, ونحن طبعا اللي عم يسمعوني وانا ربيت عليه, واللي هو مقارنه الابناء مع الاخرين. قد ايه هذا الفعل مزعج مؤذي بالنسبه للاطفال والابناء على نحو كثير كبير, بيأثر على المدى الطويل جداً. طبعا يعني موضوع الحياه المدرسيه, وطبعا عاده ما يلتزم الموضوع بليك اخوك احسن منك, اختك احسن منك, ابن خالتك اللي ما خالتك ابن عمك جاب اعلى منك, ابن مدري ابن جارتنا جاب. قد ايه كارثي هذا الموضوع وكيف ممكن ياثر على الطفل؟ هلا اول شيء كارثه انه انت ربيت جواته حقد وكره, عوض انت ما تخلق فطره طبيعيه, فطره الحب والرحمه, انت خلقت جواته بذره الكره. هو ما عنده اياها على فكره, نحن خلقنا انا وياها بذره الكره والحقد على هذا الشخص اللي انت عم تقارني فيه. زائد انه امي ما بتحبني, امي مستحيل تحبني, انا اكيد اكيد ما لي مفضل لها. فانت خلقت حسد, خلقت غيره, خلقت ضغينه, خلقت كره حقد بشخصيه هذا الطفل. ليش هو؟ ليش لأنا قارنك؟ هلأ إذا قارنتك أستاذ وجيه بحدا تاني, شو شعورك وإنت ما عندك المهارات الحياتية والرزانة واتخاذ القرار الصح؟ إنت شو شعورك تجاهي لما أنا بقارنك بلك فلان ناجح أكتر منك؟ مزعج, هو شعور مزعج جدا مزعج يعني. انت عم تقارني بظرف اخر وبشخص اخر وبمكان اخر, ما في شيء, شغلات ما بتتقارن. انا اذا بدي اروح للاب والام, الام هي الزوجه اللي قاعده بالبيت, لو كانت فنانه طالعه على التلفزيون قال لها شعراتها شكلها تنبسطي اكيد لا. وهي نفس الفكره لكن ممثل وشوفه اكيد لا. هذا على الصعيد الجسدي, ما بالك على الصعيد الجهد والمهام والانجازات, اني انا عم بثبت حالي على ارض الواقع. فانا اكيد مؤلم ومزعج, وخليني أحط بين قوسين شعور بشع جدا المقارنة. باختصار ولو سمحتي بآخر, يعني هو لسه في كتير للأمانة أنا يعني هو موضوع كتير موضوع كبير, موضوع كتير كبير, وحقيقة طلع بده أكثر من ساعة, ما كنت متخيل أنه ياخد معي كل هذا الوقت. تمام. ولكن رح بحكي عن الأهم واللي أنا حقيقة لازم حط سبوت لايت عليها, لأنه بيفعلوها كتير من الآباء والأمهات وما بيحسوا على حالهم شو عم يعملوا, ولكن هي بتربي شيء سيء كتير عند الطفل, واللي هي عدم الوفاء بالوعود. يعني يوعد الطفل بأنه نحن إذا عملت رح نساوي, أو بأي شيء ممكن يوعدوا فيه. مثلا هي بيستخدموها هلأ, مثلا تلاقي بس أنا رح أرجع رح أجيب لك معي أكلات طيبة, ما بتجيب. يوم اللي رح توعد هذا الوعد بدك تعمله, بيكون أول شيء أنت خلقت صورة وشخصية بكاركتر براسه أنك أنت أم كاذبة. صحيح. أنا بالمستقبل أنت مو كاذبة, معناتها أنا ما رح ألتجئ لك, رح ألتجئ للقرين أو للرفيق, هو رح يفهمني أكثر منك أنت. أصلا أنت باللاوعي إلك صورة مشوهة عندي, فأنا ما رح ألتجئ لك لما بيكون عندي مشكلة. فأنت عندك صورة كاذبة, صورة أنك أنت عم تغشيني, عم تكذبي علي, فأنا ما رح ألتجئ لك لما بكون بعز ظرف أني أنا محتاج لمحل هذا يرشدني ويوجهني صح. فما رح التجأ لك, لا لك أب ولا كأم. أنا كثير حابة ضوي على الضرب أستاذ وجيه, لأنه نحن بسوريا مفهوم الضرب عنا يا كثير كبير, أنه أنا عم بضربك لمصلحتك, أنا عم بضربك لربيك, أنا عم بضربك لحتى تكون رجل مستقبلي, أنه يعتمد عليك بنت, أنت إلك مهامك وإلك كيانك. هذا الشيء خطأ,
هذا الشيء من قمه من من اكبر الاخطاء الشائعه. يعني المشكله انا بحس انه انا 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 احساسي عم بحكي طبعا واكيد انت بممارستك مع الناس بتعرفي اكثر مني. انا بحس بال 2024 لسه عيب نحن نحكي بموضوع الضرب للأسف، ولكن موجود. على ما يبدو مجتمعاتنا ما زالت تعتمد انا لما بمرق بالسوق استاذ وجيه بشوف ام عم تضرب ابنها لانه عم يبكي او علقان بلعبه. طب هذا هذا المفهوم، انت ضربتيه يعني خليتيه يسكت مثلا؟ لا، انت زودتي بكاء وبكاء. بيستحضرني قصه هيك صغيره، كنا عم نعطي بالاونور وبمراكز ايواء بال2015 2014، وكانوا لازم يفوتوا هدول الامهات اللي موجودين بالايواء على دروس دعم نفسي، وكنا نحن من الناس اللي عم نعطي دروس دعم نفسي. ففي صبيه 21 سنه 22 سنه عمرها قالت لي، وقفت بين 40 ام، قالت لي شو ما عملتي وشو ما حكيتي انا رح اضل اضرب اولادي مشان ربيهم. قلت لها اوكي اضربيهم، برافو عليكي. بكل بساطه انا جيت معاها، انا لما بدي كمان عارض ابني من اخطاء الشائعه اني انا بوقف مانع لابني انه لا لا تعمل هيك، طب روح معه وجيبه لعندك. أوكي. فانا قلت لها اوكي اضربيه، بس بشرط اضربيه لمصلحته واضربيه لحتى تربيه، مو لانك غضبانه، صحيح، مو لانك انت متوتره ولا بدك تفشي قلبك، ولا لا بدك تفشي قلبك من زوجك، فشيتي قلبك او من بيت حماكي فشيتي قلبك بهذا الطفل، مو لانك انت خايفه من شيء، خايفه عليه او خايفه من شيء يصير له، اضربي. وفعلا صارت خفت شويه الضرب، ولكن نحن لما عم نضرب اطفالنا والله مو مشان نربيهم، نحن عم نفش كل انفعالاتنا ونصب كل انفعالاتنا بهذا الطفل لحتى نحن نروق، بس فقط لا غير. حقيقة بدي أتشكرك أول واحدة. بدي أرجع أقول الجملة اللي قلتها تحت الهواء، قديش هذا المشروع صعب، صعب جدا. يعني قديه الأشخاص اللي لازم تكون داخلة على زواج وداخلة على إنجاب وداخلة على أن تعمل عيلة، بدها تعد وبدها تفكر مو للعشرة، بدها تعد للمليون قبل ما تعمل هذا الشيء. طبعا لما بدها تكون مؤسسة ناجحة، إذا بدها مؤسسة ناجحة لازم تعد للمليون، أما إذا بس بدها تتزوج وتجيب أولاد مثل ما هلأ الوعي الجمعي تبعنا، فهي بتقلك بس بدي أتزوج وخلص وجيب أولاد. أنا بدي أتشكرك جدا حقيقة، أغنيتي هي الحلقة، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا، وأهلا وسهلا فيكي بالمدينة فام. أهلا وسهلا فيكم، شكرا. هيك منكون مستمعين مدينة أف أم وصلنا لنهاية حلقة اليوم، نهاية سلسلة حلقات ديالوج بودكاست. أتمنى أن يكون قدمت شيء يحترم ويلامس عقولكم، بتمنى نكون توفقنا أنه نقدم تجربة سورية محترمة بعالم البودكاست. شكرا لكل ضيوفنا اللي شرفونا بحضورهم وأغنونا بخبرتهم وآرائهم ومعلوماتهم، شكرا لفريق العمل اللي اشتغلوا بحب، شكرا خالد قطان إخراجا اللي صار أكتر من شريك، نظير تيرو المهتم بكل التفاصيل واللي بيسعى دايما أنه يطلعنا بأحلى صورة، مرهف كيوان، هيثم صالحة، جعفر عيد اللي كانوا داعمين لنا سواء بموضوع التصوير أو التقطيع أو إلى آخره، وحتى كانوا داعمين لنا بأفكار وضيوف واشتغلوا وتعبوا معنا كتير. أخيرا وليس آخرا الشريكة الحقيقية اللي أوقات بحسيت هيك بفترات بالبرنامج صرت حس أنه هي خايفة على البرنامج وأكل همه أكتر مني حقيقة، اللي اقترحت كتير من الأفكار، يلي اختارت الضيوف بعناية، واللي حملت هذا الهم الكبير، ولكن مثل العادة آلاء عدرا أدى وقدود، آلاء عدرا الوفية لشغلها لأبعد الحدود، اللي آمنت بهذا المشروع من أول لحظة. شكرا آلاء، شكرا لكم اولا واخيرا مستمعينا ومتابعينا، شكرا لمحبتكم وملاحظاتكم ولوقتكم. تحيه مني انا وجيه الجندي، وان شاء الله بنلاقيكم عن قريب بشي جديد، شي هو ديالوج بودكاست، الله وحده اللي بيعرف. تحياتي لكم مستمعينا، برجع بلاقيكم عن قريب، تصبحوا على الف خير.